السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم القفطان اللي فيت لي شاركت معكم الخدمه ديالو، الشكل النهائي ديالو. بالنسبه للشكل النهائي نبدا لكم هكا من التحت. هنايا درت تفتيحه في القدام، تفتيحه غير بالدريس ديال جوج اولا الدريس ديال واحد، غير بالدريس ديال واحد. هذه ملاقيه بغريزه وحده، حتى هي شاركتها معكم في القناه. وبالنسبه لنص الطوق فكيجي بهذا الشكل هذا، حتى هو راه شاركت معكم. بالنسبه للاخوات اللي غادي تشوف اول مره القناه، راه شاركت معكم الطريقه ديال الخدمه ديال هذا نص الطوق هذا. والدريس خدمته في العنق، الدريس هذا الدريس ديال جوج مغلف، الدريس ديال جوج مغلف، خدمته في دوره العنق وفي الكميمات. ها انتم كيفاش كيجي دريس لي رائع وساهل في الخدمه. بالنسبه لهاد الخدمه هذه كامله غتلقاوها في القناه. شاركت معكم الملاقيه اللي درت تحت نص الطوق، شاركت معكم نص الطوق وكذلك حتى الدريس. وبهذا الشكل هذا جا هاد القفطان ديالنا، جا رائع رائع بزاف بصحه مولاتو. ونتمنى حتى نتوما يعجبكم هاد الشكل هذا. وما تنساوش اللايكات البنات، شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.